لما نقول لك الحمد لله على السلامة، بنعرف قد ايه بتكره التلج وقد ايه عم تتعذبي بالعواصف وعم تلبسي صيفي وتصوري. ما تذكريني انا اليوم عم اصور بالجبل كل النهار واول مشاهد الليلية تحت الشتاء، الحرارة تحت الصفر، انا كل النهار بروتيلات، كل النهار راكورات صيفية مبلشين فيها من اول المسلسل، وما عنا حل، ما فينا نضرب الراكور نحط جاكات او نلغي المشهد، مننزع السياق الدرامي. ما فيني اقول لك شو عانيت، قول يا رب تخلصني من برونشيت لانه حاسه فيني شيء مش مزبوط على كثره السقعه والبرد. طيب اليوم ما انت صرحت انه عندك فوبيا من الثلج، هل هيدي الفوبيا عانيتي منها بالجزء الثاني؟ مش كتير، مش قد الجزء الاول، لان بالجزء الاول كنا عم نصور باهدن بالفيلا يلي كل المنطقه ثلج يعني، والاوتيل كمان ثلج، قعدنا فوق شي 40 يوم، لا هيدا الجزء اسهل بالنسبه لنا، كانت جوال دقيقه يعني تحسب امتى في الله على الحب والغرام. استاذ جمال يعني اليوم شفناها لماجي باطلالتها مع جيسيكا عزار، غنت لك وانا بدي غني لها كمان. شو بدك تغني لها اليوم؟ شو بدي غني لك؟ غني معي. قلبي صغير بعد ما طير على كلمي بيطير. كنت بدي غني لك اياها والله عن جد؟ قلبي على قلبك، دائما قلبي على قلبه. قديش بتخافوا من الحسد؟ لان دائما علاقتكم تحت الاضواء وبتجربوا تفرجوا العالم قد ايه بتحبوا بعض. لكن احنا ما بنجرب نفرجي. لا قديش بنخاف من الحسد؟ بوجود الله ما بنخاف من العبد. صح مزبوط، ما بنخاف من هيدا الحسد. حبيبي I love you، مبروك. ما بخاف لأنه ما كتير صراحة بآمن بالحسد والعين، أو حتى لو موجودين ما بياخدوا من وقتي وعرفتي ومن طاقتي، ما بفكر فيهم، بصلي وبتكل على الله وبس، الله الحامي. خبرينا بمسلسل سحر، هل رح تفوت هيك أشياء مهضومة؟ في أشياء هيك بتطلع بالمشاهد ومكتوبة already، ايه في أشياء جديدة لذيذة. صار عندنا الحشية وتتابعنا مقابلتك، قلت في جملة من انفجار بيروت، هل رح يكون في إصابة كبيرة بالغة لسحر أو رح تخسر حدا كتير مهم بالمسلسل عشان هيك رح تستخدم هذه الجملة؟ بيصير بالمسلسل في جملة نقالت أثرت فيي وبالعالم كتير، هيك حبيت أولى بمطرح معين، هيك خليها لوقتها ما بدي أحكي عنها لأنه أنا بحبها. يلي حضر مقابلتك الاخيره مع جيسيكا عزار قالوا قديش انت متصالحه مع حالك، خصوصا وقت انطرح عليك السؤال انه ما بتحسي بالخوف او بالغيره انه تجي بطله تشاركك البطوله حلوه، فقلت لا، فاليوم قلنا قد ايه انت متصالحه مع حالك وعن جد ثقتك بنفسك كثير كبيره. اكيد عندي ثقتي بنفسي، اول شيء انا ما بركز على، مش مركزه على شكلي بالتمثيل، انا مركزه على ادائي، اكيد بهتم بشكلي، انا بحب حالي كثير وبلاقي حالي حلوه ومبسوطة بشكلي وبحب الكاركترات يلي بعملها، أدائي وشغلي إذا حدا بده يهزني قبالي أقعد بالبيت أحسن، أو نصيحة، أي ممثلة أو ممثل بحس اللي قباله شكله رح يهزه ما يمثل، يقعد بالبيت. تمثيل شيء من جوا كتير عظيم وكتير مهم، إذا ما عنا إياه وما عنا نقوله ونحس إنه نحن قدام الكاميرا وحوش بلا ما نمثل أحسن، أنا عندي هيدا الإحساس، مشان هيك بهتم بالممثل اللي قبالي، بحب تطلع قمر لانه البطوله للعمل اساسا ونحن شراكه بهيدا العمل، فاذا هي نجحت يعني انا نجحت معها والعكس تمام. قلتي قديش انت حابه انه نوال تفوت على التمثيل، هل معقول ترجع تجربي تقنعيها بطريقتك الدبلوماسيه؟ اكيد اكيد، ليش لا؟ نوال اول شيء عندها العصب وعندها الاحساس وقمر وبتلبق للشاشه، ليش لا؟ بالعكس انا بشجعها. ميرسي لك. ميرسي لك.